من حق النواب أن ينتقدونا في هذا الجانب، ونحن أنا كعضو في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء نرى بأننا تأخرنا، ولكن الكل يعلم بأن هناك حل للمجلس. هذا الحل يعني ترتب عليه آثار، منها تشكيل حكومة جديدة وأولويات وغيرها من الأمور، وبالتالي نعتقد فعلا أن لا نملك سلطة تقديرية أيضا في هذا الموضوع. يجب أن نقدم هذه اللوائح التنفيذية حتى تكون القوانين نافذة، وبالتالي الناس يعني تأتي أكل هذه القوانين حتى يعلم المجتمع الكويتي بأن هناك تشريعات أيضا. بدون أدنى شك الكل وفقا للقانون سيحال إلى النيابة العامة، وهذا أمر طبيعي لأنه إفصاح عن إرادة المشرع بحالة كل من تجاوز القانون بعدم إفصاح عن ذمة المالية، ولا نملك أصلا حيال هذا الموضوع أي سلطة تقديرية في هذا الشيء.